قصة الأيامات دي جراحة تجميلية نتشى عن أطباء وجراحة يعني ما همش اختصاصهم جراحة تجميلية مع الأسف، ولكن ياخذوا على عاتقهم المرضى هذوما للتجميل. دكتور عصام، شنو هي نوعية الأخطاء اللي توصلكم، ولا أغلب الأخطاء اللي متكررة قاعدة تجيكم للجمعية؟ الجمعية الأخطاء المتكررة هي كما قلت لك على التجميل. سينو شنو ما الحاجات الأخرين؟ تاع الوجه وتاع غير الوجه وتاع الصدر. الصدر انت هي اكثر الاخطاء تولى قاعده تجينا شكايات تاع شكايات انت. وسينو شنو بقيه الحالات اللي توصل؟ والله حالات عديده، انا عديده وفيات اثر عمليات جراحيه، وفيات عند الولاده، وفيات عند مثلا تدخل طبي ناتج عن مرض القلب وغير ذلك.